السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك في الرشيد ديالنا اللي على القناة يوتيوب. ترحبوا بك وهذا نهار مبارك مسعود تنصادفوك هنا في القناة. والحمد لله حنا عند وعدنا كيف ما قلنا في الوقيته ديال الحجر الصحي، يعني غير تنفس شويه الامور، كاين ما يدار، كاين ما نصورو، كاين ما ندوزو للناس. واليوم ان شاء الله راكم دايرين هذه الامسيه العيساويه ان شاء الله اللي هذه عام ونص تقريبا، باش عطينا الواحد للناس. انتم الاولى دابا بديتوا في الامسيه العيساويه، كنتمناو من الله الحمد لله، كنتمناو من الله الانطلاقه هذه تكون ان شاء الله انطلاقه خير وفيها الخير على جميع المتداخلين في هذا القطاع ديال الحفلات اللي كان هو القطاع المتضرر الوحيد في الكونفينمون. وحنا عند الوعد ديالنا اللي عطينا للجمهور ديالنا هو انه ان شاء الله ملي غتزول الكونفينمون غادي نديروا لهم واحد العشيه وعيساويه ربانيه على حقها. وتنشكرك بزاف وكنشكر القناه ديالك والموقع ديالك الرسمي اللي كيهتم بالتراث المغربي والتراث العيساوي خاصه، وانا كنعرف الحب ديالك للطريقه العيساويه. الحمد لله الحمد لله. وتنقول الجمهور الكريم ان خويا سعد من زعما صراحه الله المجهودات اللي قام فيها اثناء الكونفينمون العيساوه والمجهودات اللي دار معاهم مشكور عليها جدا. الحمد لله. وتنشكرك على الاهتمام ديالك بعيساوه وعيساوه ديال المغرب جينيرال، كتبغي فاس كتبغي فاس الصغار الرباط مكناس مراكش حتى هما كل حبابنا كلشي حبابنا الحمد لله كلشي حبابنا. وكنوعدهم غادي ننتقل عندهم كل واحده نمشي ان شاء الله. كنتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم ومرحبا بكم. وهذه العشيه ان شاء الله تنتمنى تنال الاعجاب ديالكم اللي هي تكون عشيه ربانيه 100% بحكم الناس بغاو يتفاجاو وحتى حنا بغينا نتفاجاو. وكنشكرك بزاف اخويا سعد. بغيت نسولك اخويا حنان كيفاش الاختيار لهذا المكان الزوين؟ انا تفاجئت صراحه الله فاش دخلت، تفاجئت بالاصاله الفاسيه وهادشي تقليدي تبارك الله. الاختيار ما جاش صدفه، الاختيار هو اننا كنخدموا عند ناس ولاد فاس. نعم. وكنعرفوا اكثريه ولاد فاس كما تتشوفها هو السلكو هنا وحاضر معنا السي خالد الله يكثر خيره. وكنخدموا عند ولاد فاس كما قلت لك، ومن ضمنهم السي فيصل البار. السي فيصل البار اللي هو عنده مول هذا الرياض هذا وعندو لاصه اللي غادي تكون فيها الحفله. وكنخدموا عندو من سمعنا حنا رياض فيردوس حتى هو محب عيساوه. محب هما راه دار عيساوه ومحب ولاد عيساوه ولاد الطريقه الغازيه والقرقاويه كيموتوا عليها بحكم اننا ملي كنكونوا كنخدموا عندهم في الدار كينوضوا عيساوه وهما اللي كيخدموا. بالضبط. حنا ما كنديروا والو. وفين ما تطلبوا له الدار ولا شي حاجه ما تيتصلش. ما كيحيد لنا حتى حاجه، لا دار لا شي حاجه. هو يلاه سمع قلنا لاصال ديال فيردوس بالي فيردوس اي حاجه الطوموبيل الفندق اي حاجه تحت بالضبط. انا طلبت غير شي مكان فين نصورو عطاني الدار البلديه كبيره ما خلى حد يدخل. والله ما خلى حد يدخل بالضبط. ولكن انت تستاهل كصح، انت تستاهل كل خير اخويا سعد. مشكور جدا جدا والله العظيم. انا كنشكرك كنشكرك من صميم القلب ديالي لان اشخاص بحالك حنا تنحبوا عيساوه. نتوما ولاد عيساوه ولكن نادرا ما تيتواجدوا اشخاص بحالك هنا في المدينه ديالنا. حنا نديروا ونخليو وحدين اخرين حتى هما يديروا بحالنا ان شاء الله. نتمناو المسيره ما نبقاوش بوحديتنا، هذا هو نديروا حنا الانطلاقه ان شاء الله ونخليو يتبعونا ونكونوا حنا مثال ديال الناس اللي كما حنا خدينا المشعل وشفنا الناس اللي قبل منا عاوتاني يجيو ناس اخرين. والله كما كنقولوا المقدم ديالنا الله يخرجنا مع سيادنا في احسن صواب والله يقضي الغرض للجميع ويفي المراد للجميع ويرفد علينا هذا الوباء. السلطان ديالنا الله ينصرو الله يقر العين ديالو بولي العهد ديالو ولي الحسنه ضوات مدينه فاس. سي اول مره يمكن سيدنا جلس هذه الفتره طويله والجماليه بانت على وجهه الحمد لله. حنا فرحنا ملي كنشوفوه بخير وعلى خير. سيدنا الله ينصرو ويطول عمره وما نساوش هو وقف معنا في الكونفينمون مزيان وقف معنا ويقر العين ديالو بولي العهد سيدي مولاي الحسن ومولاي رشيد وسائر الاسره العلويه انك سميع المجيد. اللهم تعالى قضي الغرض. شكرا بزاف. نسيت نشوفك في عيساوه ان شاء الله. سامع العالي نتمناو نكونوا عند حسن الظن غيكون حتى مولاي ادريس الزعروري معنا. كنسيرو يجي باش نستضيفو. مرحبا. شكرا بزاف. مرحبا بك. مرحبا بك. الله يحفظك. تبارك الله عليك.